رفقة الكاتب والباحث في تحليل النفس وعلم النفس البروفيسور مامو المبارك الدريبي. أهلا بك بروفيسور. دابا في المدرسة ملي كتدي ولدك لواحد المدرسة تخلص 1000 درهم مثلا ولا 1500، أشنو المطلوب مقابل هذاك الثمن؟ يحضرنا الدري، يقربنا الدري، يساعدنا الدري، ويوصلوا لنا ولدنا النتيجة. شنو هو المقصود في هذا الميثاق اللي بيننا كعائلات مع هذه المدارس؟ واش يحضيوه خصهم يحضيوه، يقريوه خصهم يقريوه، يساعدوه خصهم يساعدوه، ولكن يوصلوه لا ما كيوصلوش. عقلتي ملي كنا صغار نتوما قيل ما تكونش عشتيها كنا كنوصلو الخبز الفران، واش كتوصلو حتى الباب العافية ولا كتوصلو غير حتى الباب الفران كيشد منك الخبز واحد السيد؟ ما كتوصلوش للباب العافية غير ما نقدروش عليها. حنا صغار كنوصلو للباب الفران وكيكون واحد السيد اللي كيشد الخبز ديالنا وتيوصلو هو الفران حيت هو قادر على العافية. الناس ديال التعليم خاصة في القطاع الخاص ما عندهمش في أغلبيتهم تكوين ديال الأساتذة، ما عندهمش وما تيستعنوا. الناس ديال التعليم العمومي وما كيشكروش المدرسة العمومية. أكبر معدلات في الرياضيات كيجيبوها المدارس العمومية، أكبر معدلات في البكالوريا ماليها المدارس العمومية، والمدرسة اللي خاصة كتجيب مدارس كتجيب مدرسين المدرسة العمومية ما كتشكرش هذيك المدرسة الخاصة، ما كتصيفطش رسالة، ما كديرش بيان في الجورنال، بالعكس كيكونوا هما الأولين في الإعلام كتلقاهم كيضربوا في المدرسة العمومية، وهما اللي مشاو تزولوا لهم الأساتذة المدرسين ديال المدرسة العمومية والله تيسدوا، لأن الأساتذة اللي عندهم. أنا سؤالي الناس اللي مسؤولين على القطاع ديال المدارس الخاصة، علاش ما كيساهموش في تكوين مدرسة خاصة بتكوين مدرسي؟ يا إما دار شراكة مع السي بي ار ومشيو يكونوا. فملي كتجي وكتسجل وكتعطي التدريس لواحد طالب عنده الماستر في لونجلي، لا عندها الليسونس في الفرنسية، ما دارش دورات في السي بي ار، ما دارش ستاجير في المدارس، ما دارت والو، حامل ماستر دخل، حامل ليسونس دخل مباشرة. شنو كتعني هذه؟ هذا غيوصل، هذا غادي يعطي الدرس، غادي يخدم معك تكنيك الدرس. اما ملي الوليد غيتفتل ليه في يدو غيدير قيق يعوج، خاصك تكون تكنيسيان، دير ليه مساج، تشربوا المانيزيوم، دير ليه الاغنيه، دير لي دو ايديكاتيف، دير ديداكتيك. اما هو تقني تكنيسيان، كرافات الرويضه نفخر الرويضه، عواج الفولا قاد الفولا، عطينا التمارين ولدكم ما دارش التمارين، عطيتو التمارين ولدنا ما دارش التمارين. جي واحد الوقيته قبل الاستراحه وعيط على ولدنا ودخلوا القسم 4 ساعات وقول له ولدي اجي ندير معك التمارين، ماشي تقول ماشي تسولو تقول ليه علاش ما درتيش التمارين، قول ليه اجي نساعدك، ومن مساعدتك في التخريجه اللي كتساعدو بها ديال التمارين انت كاستاذ او استاذه كتستدرجو وكتقول ليه بابا علاش ما درتيش التمارين عطيتك، انت تفكر لقد عليهم. غيقول لك انا كنبغي شي واحد يجلس معايا في الدار وماما بابا ما كيساليوش وانا كنبغي اللي يونسني. عندك شي خوك ولا شي اختك؟ لا انا غير بوحدي في الدار. ها انت غتعرف لا ستركتور ديال لونفو اونيك وغتكتب فواحد الكناش هاد لونفون الي اونفون اونيك، لان لونفون اونيك دائما كيبغي اللي يونسو، صعيب لونفون اونيك ما كيهتموش بهذه المعلومه هذه. اذا صبحات عندنا هنا المدرسه هذه كنقول لكم ليكول دو لا بيرفورمانس، هذه هي مدرسه ديال الاتقان. فشكون اللي ولا كيوصل؟ الام والاب. على حساب ايش؟ على حساب صيغه المتعه ديالهم، على حساب صحتهم النفسيه، وعلى حساب قلقهم وغضبهم. فخبارك بان النقط اللي كيجيبوا العديد من الاولاد في المدرسه راه مسؤولين عليها مهم، راه مهم اللي جابت النقطه ماشي هي. اذا
علاش لما تخرج ندقي صندوق تقري حسن؟ جوج، علاش ما كنتشانقوش مع هاد المدارس ونكرزوهم؟ لان ركبوا فينا واحد الخوف ديال هادي المدرسه مزيانه اللي مشاو تجراو لك على ولدك. شتي كيفاش كيصيدوا الواحد كيشنقوا عليه بيده. شتي هادي مدرسه واعره كدير تيست. واحد العائله جات من مراكش للدار البيضاء ولدهم 12 عام، الذكاء المستوى الدراسي كلشي عنده. جا لهاد المدرسه هادي في الدار البيضاء قالوا لي في المدرسه غدير تيست باش تقيد. عمرك تشوف الدري ديال 12 عام رفض؟ قال لي باش ندير تيست؟ انا ما نديرش تيست. قال لي الا ما درتيش تيست ما تدخلش. قال لي ما ندخلش نقرا. شوف شوف الجيل الغزال. باه وافق على التيست، امه وافقات، الدري ما وافقش. جابوا لعندي باش نقنعو. كلمت انا مع الدري، انا ما موافقش، انا ما غنمشي نداو فحال الكلينيك. بلاتي عافاك السي الدري ما تدخلش للكلينيك ديالنا تندير لك التيست. واش فيك السيده؟ واش فيك الصرع؟ واش فيك شي مصيبه؟ يا لقيتو فيا انا السيده ولقيتو فيا الصعر طلحوني. ممكن قانونيا مسموح؟ ما مسموحش. اي مريض مشى لاي مصحه خصو يدخل عنده الحق والتحليلات. مشينا لواحد المطعم تغدى ولا لا؟ بلاتي عافاك استاذه سناء ما تدخليش تندير لك تيست. حلي فمك راني لاديان نشوف واش فيك السول الله يستر، ونشوف واش فيك الكونسان كذا، لقينا فيك شي مرض من هذا ما تدخلش تغدى. معقول؟ ممكن؟ ماشي ممكن. مشيت للوطيل لا تنشوف واش فيك الجدام، واش فيكم الحكه، واش فيكم كذا، ندير لكم تيست. ماشي معقول. علاش مدرسه خاصه كدير تيست؟ شكون يسمح ليها؟ علاش المغاربه ولينا كنديروا الظلم وساكتين عليه؟ علاش؟ حشومه وعيب، نحرقوا ولادنا ونحرهم. سمحنا يدرسوا ولادنا ناس ما داروش طاج وما داروش سي بي ار، وكنعطيو ولادنا الكزله والمصلخه، وفي الاخر ملي ولادنا شنو هي كنسول انا هالمسؤولين على قطاع عين النفس كاملين، كنقول لهم شنو هي لا فونكسيون دي سامبتوم، ما هي وظيفه الاضطراب؟ واش الاضطراب النفسي عنده وظيفه ولا ما عندوش؟ واللي بغى يعرف يمشي يسول البروفيسور جاك لاكون كيلي لا فونكسيون دو سامبتوم اون تيرم دو ريزيستانس اي دو ديفونس.